قدام الكاميرا، لكني بعشق التمثيل. السبب هو البحث اللي انتوا عملتوه، لان مفيش حاجه بتسعد الاستاذ اكتر من انه يكتشف ان التلامذه بتوعه عباقره. وزع يا ابني الورق ده. حاضر. اما البحث ده انا هحتفظ بيه وهطلب من اداره المعهد تنشره في الدوريات العلميه علشان العالم كله يستفيد منه. هشام مصطفى، أثر الأشكال الحديثة، الفيديو كليب وبرامج المسابقات في مناهج التمثيل. والله العنوان حلو قوي، بس حضرتك نسيت أهم حاجة. أنا لما أقول البحث يتعمل من الكتاب، يتعمل من الكتاب يا دكتور. يا فندي، أنت جاي هنا تتعلم وتفهم، لسه بدري عليك قوي علشان تخترع نظريات. اتفضل اقعد. أنا لازم أتكلم معاه بعد المحاضرة، هتضيعي وقت. يا ستي محاولة، ما هي كده ولا كده بايظة. مادة طويلة عريضة عبارة عن جملة واحدة، الشكل والمضمون وجهان لعملة واحدة. وأهم ما يميز المسرحية عن الرواية القصصية أو الرسم أو النحت هو التشخيص، أي اتخاذ نفر من الناس شخصيات أو سمات أو طبائع غير شخصياتهم. وقد يتخذ التشخيص طبيعة بشرية أو شخصية حيوانية، مثل المسرحيات البدائية التي تمثل الصيد والحرب. ومن الممكن أن يتخذ التشخيص طبيعة كيان معين، مثل الرحمة أو العدم في المسرحيات الأخلاقية. وزي ما احنا عارفين من خلال دراستنا لمناهج الإخراج المسرحي في جميع المراحل ومن خلال كل المدارس، ثبت أن الشكل والمضمون وجهان لعملة واحدة. يخرب بيت كده دكتور محمود. افندم يا استاذه ناهي. دكتور انا كده غيابي خلاص، وانا تقريبا ما بقاش عندي رسمه حضور خالص. المطلوب يا دكتور ده كل مره بتبقى على 5 أو 10 دقايق بالكتير، والنهارده كانت ثانيه واحده والله العظيم. 5 دقايق زي 5 ساعات، انتوا عارفين مفيش حد بيدخل بعدي. وبعدين ده جزء من المحاضره الالتزام، يعني لو مش قادرين تلتزموا بمواعيد المحاضرات بتاعتكم وانتوا طلبه هتعملوا ايه لما تتخرجوا وتشتغلوا؟ ولا انت عاوزه تسهري طول الليل تصوري في الكلام الفارغ بتاعك وتوز بقى في محاضره الدكتور محمود؟ انت حره يا دكتور. ما هي تدريبات ليا زي العملي بالظبط، وبعدين انا كده كمان باخد خبره. اتعلمي الاول وبعدين ابقي دوري على الشغل، ثم ان الخبره دي في العمل المحترم في المسرح السينما الجاده، مش المساخر والفيديو كليب اللي انت بتقعدي تشتغلي فيها. لا والله يا دكتور، انا عمري ما عملت الحاجات دي. بص يا دكتور، اكيد اكيد دي واحده تشبهي. يعني كمان ما عندكيش الشجاعة الدافئة عن اللي بتعمليه؟ بتكذبي؟ ابقي قابليني لو فلحتي. ده انت رزل. محدش ممكن يتصور حجم المجهود اللي ببذله علشان اخلق ايقاع منظم وحافظ عليه وسط هذا الكم من الفوضى. انا راجل يقدس النظام، وسعاد كمان. Thank you.
احنا ما خلفناش، كان شيء خارج عن ارادتنا، بس قدرنا نخلق لنفسنا حياة هادية وسعيدة. علاقتنا بالناس محدودة، لكن ده بيساعدنا على تحقيق النظام. كل حاجة بحساب ومعاد. ومن ضمن نظام حياتي السفر لإسكندرية كل يوم 3 و4. بدرس تمثيل في مدرسة سان مارك. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. هو في ايه؟ فين الطلبة والمدرسين؟ النهاردة اليوم الرياضة. ومحدش بلغني ازاي؟ Thank you.